الغياب حضور وكل الذين نسيت تذكرت جاءوا وما من أحد على مسرح الوقت كنا نجسدنا خلف قضبانه ويضحك حين نهوم كيف يشاء مشاهدينا في كل مكان تحية الصحة والعافية. تطرقنا في الحلقة السابقة من مسلات لموضوع شركاء المسرح، في هذه الحلقة نتطرق لموضوع الغياب مع الأستاذ المخرج حاتم محمد علي. مرحبا، أهلا وسهلا. والأستاذ المخرج والكاتب أمين الصديق. أهلا، مرحبا بك، مرحبا بالجمهور إن شاء الله. نعم، ننتقل إلى مسلة أولى ونشرع في الحوار. عدنا مجددا، نبدأ في التساؤل عن إشكال الإنتاج في المسرح. المسرح قد يتفق الناس على أن المسرحيين مقلين جدا في الإنتاج، ما هي المسببات هذا الإقلال في الإنتاج؟ مع الأستاذ حاتم محمد علي. في البداية شكرا لكم، وأنا شايف المحور المسرح أزلة الغياب. حقيقة المسرح غايب وما معروف حيغيب لحد متين، يعني في ظل الظروف الحالية. وفي الغياب برضو أنا بترحم على الذين غابوا ورحلوا في السنة الفاتت من زملائنا وآبائنا وأصدقائنا المسرحيين في غيابهم الأبدي، وأتمنى إنه المسرح لا يغيب غياب أبد يعني. وسنعمل على أن يظل المسرح موجودا. ممكن يمر بفترة ركود، لكن سينتعش وينهض من جديد. في الحقيقة نحن يجب أن نتذكر إن إحنا وضعنا في السودان وضع خاص، بنمر بظروف بتاعة الثورة، ظرف بتاع انتقال، ظرف بتاع أزمة اقتصادية شديدة يعني، وكذلك ظرف صحي. فن المسرح من أكثر الفنون التي سوف تتأثر مستقبلا بالكوفيد 19، لأنه هو مسرح بتاع حضور جماعي على مستوى الخشبة وعلى مستوى الصالة والجمهور. فإذا دي مشاكل كثيرة جدا ساهمت في أنه يغيب الإنتاج في السنوات الأخيرة، مش سنوات الثورة، قبل الثورة بكثير في الحقيقة يعني. تراجع الإنتاج للمسرح بصورة مخيفة، وأصبح يعني النشاط المسرحي ذاته والفعل المسرحي ذاته فعل مقاومة. يعني أن تكون مسرحيا وأن تمارس وتمتهن المسرح، فإذا أنت مقاوم، مقاوم لمهنتك، مقاوم في حياتك، مقاوم في أن تظل موجود. بالظروف اللي ذكرتها بضيف على أنه نحن أصلا عالم ثالث، السودان عالم ثالث، لا يمكن أن يكون هنالك إنتاج للمسرح بعيد عن الدولة بغض النظر عن شكل الحكومات. لكن المسرح معروف إنتاج مكلف، إنتاج يحتاج إلى بنيات، إلى قواعد متينة من التجهيزات إنه يقوم عليها، بالإضافة للمناخ الأساسي والمفترض أصلا مناخ الحريات، حريات الممارسة، حريات الاختيار، حريات أن تقدم ماذا وكيف ومتى وأين. كل الأسئلة دي تحتاج لأنه يجب أن ننظر لوجودنا في العالم الثالث. الدولة يجب أن تدعم المسرح وتكون موجودة بجانب المسرح. بنلاحظ انه في صحيح قطاع خاص، وقطاع خاص كبير جدا كده، لكن لم يجرؤ قيلة
السنوات الخمسين مش الثلاثين انه ما دخل في انتاج المسرح الا نادر جدا جدا وحالات استثنائية، لكن قطاع خاص مؤسس شركات كبيرة تخش في انتاج وتراهن على انه المسرح ده هو فن كبير وفن راقي وفن عظيم وفن شعبي وهكذا، ما حصلت تجربة زي دي في تاريخ السودان الا نادرا يعني. وبالتالي ما لم تكون الدولة موجودة المسرح سيظل يتغهغر ويتراجع، ينهض يتغهغر ويتراجع وهكذا في حالة الترنح مستمرة. إذن ريثما يصبح المسرح في وضع متقدم في سلم أولويات الدولة، الأستاذ أمين صديق ما الذي يمكن عمله لاستمرار المسرح في ظل هذه الظروف بنظرة واقعية؟ أنا قلت لك ما توقعت السؤال، بكون متوقع السؤال لأنه هو السؤال الأول اللي بادر لذهن أي زول. صحيح المسرح بيحتاج للدولة عشان تنتجه، لكن ده سؤال بيقعد الناس عن الممارسة، وده شرط يعني إنه أكون لازم تكون في جهة بتديني تمويل عشان أقدر أنتج مسرح، وبالتالي لو الجهة دي حرمت من التمويل ما هنتج مسرح. لكن الثابت تاريخيا انه تحرموا كثير من الدراميين من التمويل رسميا وانتجوا مسرح. دي عملوها كيف؟ يعني كثير في حكومات مرت على تاريخ السودان كانت حكومات دكتاتوريه وكانت بتضغط على ناس معينين، جهات معينه، اسماء معينه بعينها عشان ما تشتغل، وكانوا بيشتغلوا، كانوا بينتجوا مسرح، كانوا بيقدموا تضحياتهم الخاصه. كان دائما في جماعات مسرحيه وفرق بيشتغلوا بدفع ذاتي، المسرحيين بيشتغلوا بتوعهم الذاتي، بيشتغلوا برغبتهم في ان يستمر المسرح مشتغل. المسرح من النوع اللي بيقيف مع الناس ده. انا مفتكر انه هو المسرح في ذاته هما مع عمليه بتاعت رساله انسانيه. هو تجربه مشاركه جماعيه. مسرح هو معبر اساسي عن روح العصر وروح المجتمع نفسه في الوقت اللي هو موجود فيه. لو ما كان هو كده فده خاين، ما مسرح ده يعني، ده ممكن تسميه صوره انعكاس هو محاوله للمخاتله، لانه المسرحيات اللي بتخلط فيها اللي هو العروض المسرحيه اللي عندها علاقه بالواقع بالناس بالمرحله اللي هي موجوده فيها. النوع ده من المسرح هو دائما مواجهه من الدوله، دي المشكله هنا. دائما بيفضل في مسرح شغال. زمن الانقاذ كان في مسرح شغال، كان في عروض مسرحيه بتقدم على مسرح قاعه الصداقه بتنتج من ملايين الجنيهات بتمويل عالي، تمويله بفوق ال 100 مليون 150 مليون جنيه سوداني. كان في عروض مسرحيه بتتقدم. انا لازم اصحح حاجه طبعا، انه انا لما قلت انه الدوله يجب ان تكون هي الداعم الحقيقي للمسرح ده، ما انا ما بقصد انه وجود نشاط مسرحي، أنا بقصد مسارح في كل مدن السودان، في كل مراكز وغرى وأنحاء وغيره، إنه لازم تكون في حياة مسرحية بالمعنى، مش في المركز فقط، يكون في نشاط مسرحي بتاع مجموعات وفرق شبابية أو مجموعات مسرحية أو كده. أنا أقصد إنه المسرح يجب أن يكون جزء من الفعل الثقافي وحياة الناس، جزء من المنظومه بتاعت الدوله، جزء من المنظومه يعني، مسارح بنى تحتيه وغيره وغيره وغيره. ده القصد. انا ده اشكال المؤسسات بالضبط. طيب يعني نحن نمشي لاشكال الاشكال الكتاب الانتاج نفسه. بس اوضح حاجه صغيره. نعم استاذ، في موضوع الانتاج انا ما فاهم انه الدور بتاع الدوله بيقوم في المجال العام بتاع انتاج اي شيء. يعني انت زي ما مسؤول عنك تعمل السدود وتعمل كباري وتعمل شوارع، سكك مسؤول تعمل مسارح وتعمل بنيات تحتيه للمسرح. ده حقيقي، ده متفق عليه، على انه دور الدوله لكن انه تاسس بنيات تحتيه. نعم، على مستوى الانتاج للمسرح، على مستوى الانتاج المسرح بيفضل موجود. نعم، حتى لو كان على مستوى القواعد تحت. نعم، ما بيقيف عن دوره اصلا، بيتحرك. كانت العروض المسرحيه بتنتج من جيوب الناس، او اوائل ايام الانغاز كان فرقه مسرحيه كانت ناشطه، كانوا بيسافروا بيشتغلوا في الجامعات السودانيه، بيشتغلوا في الحلال والقرى بقدراتهم الزياده زي ما بدا المسرح قبل كده. وانا بفتكر انه نفصل بين الاثنين. يس. انه المسرح يظل شغال ومشتغل، المسرحيين ما يركنوا، لانه دول تعمل كل شيء. يفترض يكون في استمراريه. دور العرض. نعم. بشكل جيد،
شوارع المواصلات العادية اللي بتعمل للناس كلهم دي انه الناس يقدروا يوصلوا المسارح بنيات تحتية مسارح بنيات تحتية لكن متفق عليه المسرحي نفسه في حد ذاته دي مسؤولية الدرامي ومسؤولية الدولة. نعم في اشكال ثاني في الانتاج اشكال ابداعي يعني يقال انه الدراميين او المسرحيين مقلين في الكتابة يعني الأستاذ حاتم محمد علي الكلام ده طبعا ما صحيح ما صحيح بالدليل على الكلام ده احنا الكلام اللي حسب بنقول فيه انه كان في فترات صعبة جدا جدا مرت على المسرحيين زي ما قلت لك في بداية كلامي لكن ظلت البذرة بتاعت المسرح والفرفرة والمقاومة موجودة في كل ظلت الشعلة متحدة يعني حتى لما غاب المسرح القومي عن الانتاج وتراجع و يعني المسرحيين قدروا يفتحوا نوافذ جديدة مثلا منظمات المجتمع المدني استطاعت انها تدخل عشان ما تقدم المسج بتاعتها والرسائل عبر الدراما شو المسرحيين نفسهم هم من خلال مجموعاتهم الصغيرة دي ما يعني هممهم ما تثبتت لكن ده كله بيكون في حقول صغيرة وفي بؤر صغيرة نحن المفروض نتكلم على مستوى عام مستوى وجود حياة مسرحية منتظمة ومستقرة يعني مسرح قومي فيه موسم مسرحي معروف انه في الشهر في كم عرض مسرحي في السنه في كم عرض مسرحي في العرض ده بيشتغل في مدرمان هنا وبعد ذاك حيمشي الاغاليم بيبدا بالتغليم بينتهي وين وهكذا قبل ما ينزل العرض ده من القشبه بتاعت المسرح يفترض انه يكون في عرض اخر جاهز وهكذا الانتاج المسرحي في الاغاليم وفي المركز ده انا بتكلم عن مستوى عام انا ما بتكلم عن تفاصيل صغيره التفاصيل الصغيره دي موجوده اصلا ودي انشطه بتاعت مجموعات لكن يجب انه المؤسسه اللي اسمها المسرح القومي انها تكون موجوده وبتدير في النشاط المسرحي وهي المظله اللي بتنظم الحياه المسرحيه من خلال لوائحها وقوانينها وتاريخ الطويل وخبراتها في إن هي كيف بتنتج العرض المسرحي اللي بيعرض في خشبة المسرح القومي في مدرمان ومن ثم بنطلق إلى ولايات السودان أو أغاليم السودان المختلفة ده اللي بقصده أنا نعم المسرحيين ما مقلين الغلة بتجي لما إنك يعني تتقفل الأبواب يعني تتقفل الأبواب كلها وتصبح في حالة بتاعت عدم في حالة بتاعت في حالة عدمية يعني نعم الإقلال في الكتابة هو ممكن يكون على مستوى رأسي أو على طبعا الإقلال في الكتابة أنا فاهمك أنت قاصد شنو أنا يعني أنت تقريبا فاهم أنه في كلام عن التأليف والنص المسرحي وجودته وما جودته وكذا نعم أنت بتدخل فيه طبعا جوانب فنية يعني مدارس وغيره 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 حوافز ورعاية شباب كتاب ومسابقات وحتى الإنتاج المسرحي ذاته لما يكون مستمر بيظهروا كتاب وبتنجب الحياة دي بتنجب كتاب جدد زي ما بتنجب ممثلين وبتنجب مخرجين بتنجب بالتالي وبالضرورة كتاب جداد في الدراما سواء كان في المسرح أو في التلفزيون. هل تم سؤاله قبل كده في تواريخ قبل الإنجاز مثلا يعني لما نتكلم عن الكتابة للمسرح نحن نتكلم عن حقبة كاملة بتاعت مسرح في السودان نتكلم عن حقبة معينة لأن كتابة في المسرح يعني تمت مجايلتها خلال سنوات طويلة في تاريخ المسرح السوداني إذا كان إحنا نتكلم عن ناس كتاب أبدأ من عبيد عبد النور لما كتب مسرحياته الأولى الزمان في كلية غردون هل توقفت الكتاب؟ بعد جو كنت ناس كتار جو العبادي وجو صاحب صور العصر اسمه هو صديق فريد جو كميات من الكتاب خالد أبو الروس لغاية ما لحقبوهم ناس الارتجال عزيزنا الفاضل سعيد ابو قبورة ابو قبورة اسعدنا ميسر السراج حقي احمد الله لغايه مثلا احمد الله القادر واوصل لغايه هاشم عاطف احمد الناس اللي كتبوا للدراما كتار جدا لكن الفرص اللي بتعبر عشان تصل الناس ده السؤال نعم احنا ما بنشكو من قله كتاب نحن الكتاب عندنا كتار جدا مناسبه، وسط الشباب اللي بيكتب بيشتغلوا مسرح كتار جدا ولديك هسه كميه من الافلام السينمائيه اللي بتدعي لها لكتاب اصلا ما مروا بقبله المسرح اصلا، جو من برا دائره المسرح. لكن وين هي الفرص اللي بتتيح للكتابه المعينه تصل للشاشه؟ اذا انا بكتب مسرح في بيتنا انا زول شاب لسه مقتبل العمر بكتب دراما
عشان انا اقدر اوصل منفذ من المنافذ اللي بتخلي الدراما تظهر، انا محتاج اعبر بكميه من اساطين المسرح وناس متحكمين فيه، محتاج اعبر من كميه من السجلات الامنيه والاجراءات عشان اصل للشاشه. واذا بكتب وما بشوف مضطر اعبر كميه من الشلل الدراميه المتحكمه فيهم عشان نصل عشان كيف توصلك انت شذرات بيوصلوك ثلاثه كتاب كل قرن مثلا. ثلاثة كتاب قادرين يغوصوا في عمق الحياة السودانية؟ نو قادرين يتحكموا في المسألة المسرحية سلطويا. نعم عندهم علاقات. نعم بقول لك ايه، احنا خلال حقبة طويلة من المسرح في الكتاب للدراما التلفزيون المسرحية كان في تحكمية، كان في ثلاثة كتاب او كاتبين، في ناس عبروا بقدراتهم الذاتية واستطاعوا لكن لم يتجاوزوا سور الإذاعة. الناس تقسيم غريب في الحركة الدرامية، الزول ما عنده امكانيات وساطات بيشتغل في الاذاعه بيكتب لنا الاذاعه ما بيسالوا كان الحديقه الخلفيه في كتاب بتاع دراما خطرين جدا زي عبد الناصر الطائف مثلا زي كانوا مشهورين اذاعيا. نعم لما جو يعبروا للتلفزيون ما قدروا يعبروا الا عبر نموذج واحد من النماذج الكيزانيه في القنوات الفضائيه. نعم. عبر حكايات سودانيه لانه كان ممول من قبل جهاز الامن والدوله السودانيه. الدراما الاذاعيه يعني مسموعه جدا. نعم وعبد الناصر الطائف من خلال الاذاعه قدر يوصل اسمه جيد لكن نعم. يوصل الشاشه كيف؟ يوصل المسرح كيف؟ نعم. اذا ما عنده منفذ يدخل منه. نعم. المشكله ما قله كتاب، المشكله قله فرص متاحه. يعني انت بتقول انه في كتابات في كميه من الكتاب المسرحيين خلوا البلد دي تفتح حريه للاخر وتشوفوا. نعم. عباقره في الكتابه المسرحيه والدراميه والتلفزيونيه والاذاعيه. نعم. اذا في كتابات اللي بتظهر بيظهر في النهايه قدام المشاهد هو النص المسرحي اللي هو مرتكز على النص الحوار المكتوب. في كسل في الكتابه، كانه المسرح هو معمول فقط للاضحاك يعني الحاجه دي بقت شائعه كده في الوسائط. الكلام ده طبعا انا ما بتفق معاه لانه هو اصلا ما صح. اول حاجه انا اقول لك كلام مختلف. الكاتب المسرحي او الدرامي ده او الكاتب عموما هو ده المبدع الاول في العمليه الفنيه. يعني الزول إذا في مسرحية ولا في مسلسل تلفزيوني أو مسلسل إذاعي، المبدع الأول فيه منه؟ للممثل الخطير البطل ذاك ولا المخرج العبقري ولا الفنيين الشغالين في العملية الفنية؟ المبدع الأول هو الكاتب. والحياة السودانية الثقافية دي، الثقافية السودانية سواء كان على مستوى الشعر ولا الدراما الإذاعية من الخمسينات والمسرح والدراما التلفزيونيه لما كانت تقدم على الهواء مباشره، ها ودراما الاذاعه ودراما المسرح عبروا من خلالها عباقره كتاب. اذا انت تقول ان الكاتب هو الاساس. ننتقل الى مسله ونعود لمواصله الحوار. نعود مجددا. توقفنا عند الكاتب. كان في عهد قديم هنالك مسرح في المدرسة ومسرح في الجامعة. هل بعد هذه الثورة الظافرة هل آن الأوان لعودة هذا المسرح للواجهة؟ الأستاذ حاتم محمد علي. طبعا لازم،
يعني غياب الفنون عموما، المسرح والموسيقى والتشكيل والمناشط الأخرى الرياضية، هي واحدة من أزمات صاحبة الشخصية السودانية في السنوات الأخيرة. على فكرة بنسمع وقرينا إنه في بغت الروضة مثلا المعلم كان بيتم تدريبه على كل انه كيف كل الأنشطة، كل الأنشطة، انه كيف 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 انه يقدر يدعم المواهب بتاعت الطلاب والتلاميذ. ولما يمشي المدرسة بيلقى بيئة مهيئة، ونحن قرينا في المدارس الابتدائية ومارسنا النشاط المسرحي والثقافي وكتابة الصحف والموسيقى وغيره 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 بما فيها الأنشطة الرياضية يعني. فلابد عشان يكون في إنسان سوي وخلاق وبيخش بيتمرحل في المدرسة وبيخش الجامعة وبعد ذلك بيتخرج يكون سوي نفسيا وعقليا وبدنيا، لابد من عودة النشاط، نشاط الفنون والنشاط الثقافي والرياضي في المدارس للبنين وللبنات. من غير كده ما لو عملت 500 سنة قد اشتغلت مسرح، عملت عروض مسرحية في مسارح السودان، ما حيكون عندك متزوج، ما حيكون عندك مشاهد. هي اصلا معموله لتدريب الذائقه، تدريب الذائقه وتنميه المواهب والقدرات وتفجير الطاقات الخلاقه اللي بيخلقها الله في الانسان دي ذاتها. يعني انت ما عندك، انت بتتولد وبتلتقط من المجتمع ومن البيت كميه من الخبرات والكفاءات وبتحاكي يعني زي ما الفنون اصلا مبنيه على المحاكاه. الطاقه دي كلها محتاجه لقنوات واوعيه انها تتفجر فيها. معظم وكل الممثلين المبدعين والعباقرة وغيرهم وغيرهم في حياتنا المسرحية وفي العالم وفي أي حتة تانية هم ظهرت مواهبهم في المدارس وفي الجامعات. لما تحول الجامعات لأوكار بتاعت عنف وأوكار بتاعت ممارسة العمل السياسي طابع العنف، بيخلق لنا شخصية في المجتمع، شخصية مختلفة تماما مع أي حاجة، بتختلف مع أي زول تلاقوه في الشارع. بتحصل لنا مشاكل في الشوارع، في الطرقات، في التلقي، في الفهم، في تبادل الآراء، في احترام الآخر، في غيره في غيره في غيره. ولذلك ضرورة أن تتضمن المناهج المدرسية الجاية الشرعية مناهج للفنون كلها، للفنون كلها بما فيها المسرح، بما فيها المسرح. أنا أقول أخص المسرح، يعني أقول بخصيصا المسرح، لأنه أنا شايف في الحبة اللي احنا عايشين فيها الفاتت دي كلها في احتفاء بالمزيكا. ما ضد المزيكا، لا مع المشهور كأننا تحولنا لشعب مغني، لكن حتى على مستوى ال طبعا في فترة على الونا مزيكاتية، لقينا مزيكاتية، لكن ده مثلا ما سخرية من المزيكا أو دوره، لكن هو الاحتفاء بالمزيكا كان طابعه ما احتفاء عميق أصلا، احتفاء سطحي، لدرجة إن احنا لفترة من الزمن كنا بنشوف في المسرح القومي كميات من احتفالات الأطفال، رياض الأطفال الطابعة مزيكاتي، بيعتمدوا على المزيكا في الكلام، في مشي التلاميذ، في وقفتهم عشان يتخرجوا، في الدخله من الخريج، حتى كانوا حتى في شغل الجامعات. فانا بقول انه ده هو كان محاوله بسيطه جدا، لانه يعني تحل فنون طابعة التهريج اكثر من العمق، محل الفنون العميقه، محل الغنى السمح، تحل الاغنيات السطحيه اللي بتمجد الحياه الاستهلاكيه. الكلام يا اخواننا ما كبير، بسيط جدا. يعني اذا نحن محتاجين نغني عن الشوق والريد والحب والاحساس، ده يغيب، ونغني عن النقيزة والطول بتاع الزول، احنا مبسوطين ذاته ومرتاحين للدرجه بتاعت الغنى الكثير دي. يعني انا نغني عن الخلافات، المسرح بيشمل ده كله، والمقارنات يعني تفهمت. المسرح بيجب الكلام ده كله، بخطه في محله، برص رصه واحده، لانه لحد ما رصين ارصن من النكات وارصن من التهريج، وبيقدر يجمع بين النكته والمتعه والفائده في مكان واحد، والتفاعليه العمليه. عشان كده بخص المسرح بقول من المهم انه الطلبه الصغار ديل يعرفوا المسرح، يتذوقوا حتى ما يعرفوا، يذوقوا طعم المسرح زي ما هو، عشان يتملوا شويه بشيء عنده علاقه بالفنون الحقيقيه. يتم تكوينهم
بحيث انه يستوعب الفنون يتعامل معه بمحبه. ونركز مع انه يا اخي المزيكا الهاي سايل، ما المزيكا المقعده دي، المزيكا بنعرفها نحن الكسوله، المزيكا الحلوه ما الكسوله، يعني المفهومه عندها مغنى ومعزى ما استهلاكيه. المزيكا عندها علاقه بالروح، يعني ما عندها علاقه بالبدن بس تك 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 تك، ده ما بدني. وبعدين ذاته فيها تكرار، يعني يعني تم يعني لقى يعني اصبح الاعلام كله شغال 24 ساعه في كل البرامج، في سواء كان في القنوات التلفزيونيه او المحطات الاذاعيه، الطاغي على الخرطه بتاعت المحطه المحدده دي تقديم الغنى. نعم. والغنى ذاته فيه استهلاك وتكرار كثير جدا جدا لحقوق اخرين يعني. واصبح انه كانما البرنامج المفروض انت تشاهده على مدار اليوم المفروض يكون برنامج غنائي، يعني غابت البرامج الحواريه، غابت البرامج اللي فيها فنون ثانيه، فنون الدراما، فنون التمثيل، فنون المسرح والى اخره. والكلام ده برضه بينسحب على تقديم الدراما التلفزيونيه في التلفزيون ذاته. يعني الدراما التلفزيونية أصبحت تتقطع لحد ما وصلوها درجة 3 دقائق. يقصر رقيب من مسلسل. نعم. في الإنتاج. نعم. من مسلسل 30 حلقة. وأنا قبل قلت لك التلفزيون ده كان بتتقدم فيه دراما في الستينات 66 67، دراما سودانية على الهواء. نعم. والكلام ده مارسوه عباقرة وأساتذة كبار ليهم التحية والاحترام، بيقدموا دراما تلفزيونية على الهواء. الوقت ذاك ما كان في بث تلفزيوني بالمستوى الموجود الليلة ده، يعني ولا فضائيات ولا غير ولا غيره، دراما أرفع ما تكون. نجي نرجع من دراما حلقات مسلسلة وسلاسل درامية تلفزيونية محكمة ومسبكة، لأنه تتقدم 3 دقائق، فغرة 3 دقائق، لا يمكن. هو فيه من الإجحاف ما فيه. بنمشي لمحور بتاع التنوع الثقافي الموجود في السودان. في اتهامات للمسرحيين عموما بأنه هم يعني ما قادرين، ما عندهم رؤية للإفادة من التنوع الكبير ده. رؤيتكم شنو؟ لانه ممكن يحصل شنو في هذا الصدد يعني؟ كيف بنقدر نستفيد من التنوع الثقافي؟ عندنا تنوع ايقاعي، تنوع في اللهجات المحليه، تنوع ثقافي كبير جدا جدا. كيف ممكن نستفيد منه في المسرح يعني؟ هي لازم تفرق، كيف تم توظيفه؟ لازم نفرق هنا بين نوعين من الدراما. تتكلم عن دراما تنمويه، دراما مصنوعه من اجل تحقيق هدف معين، ونحن بنحكي عن دراما بروفيشنال محترفه، دراما مصنوعه عشان تعبر عن دور المسرح في حياه الناس. في فرق بين الاثنين. اللي نتكلم عنها دي دراما مصنوعه لخدمه اغراض حمايه التنوع الثقافي او دعم التعايش السلمي او دعم قبول الاخر او دعم صناعه هويه سودانيه جديده، تعزيز السلام. ده شيء بسموه شنو؟ مصنوع صناعه موجه، تعملوا عشان توجهوا تجاه قضيه معينه تخدموا بها. نعم. ده صورت، ده نوع من شغل الدراميين. بنشتغل نحن مع المنظمات التنمويه، مع الجهات، اذا طلبته وزاره الثقافه مثلا قصدته هتقوم توزع للناس ادوار، تقول لهم يا اخوانا محتاجين يشتغلوا معانا في الموضوع ده عشان نقدر نرتق الحاصل في السودان من شويه شتات ده. نعم. اذا حنعود للنوع الثاني بعد ما نطلع لمسله ونوصل.
إذا نعود لأستاذ أمين. يعني في نوع ثاني من التوظيف التنوع الثقافي، احنا كنا قطعنا في النوع الأول. توظيف دي كلمة صحيحة، اسمه توظيف الفنون في التنمية المجتمعية. بتشيل الفنون من دور الأساسي، تشغيل موظف عندك تقول لا يا أخي تعال يا مزيكا أنا دايركتر تجنسي الاجتماعي، يقوم يشتغل لك غنى موجه تجاه ردك النسيج الاجتماعي اللي عندك تهتك فيه. او تيجي المسيحيين تقول لهم يا اخوان والله عندنا مشكله عندها علاقه بالعنصريه والاستعلاء القبلي، يا اخي عايزين نشتغل فيها بشكل. بيشتغلوا بها كثير جدا الدول كثيره. امريكا دي شغاله بها عمره كله. عشان تروي الثقافه الامريكيه في العالم ده كله شغاله كده. قصاد الدراما بتاعتها شغاله قصادها. المصريين اشتغلوا كثير جدا في حياه بتخصهم، عندها علاقه مثلا بالاطفال فقيدي السند، عملوا مسلسلات كبيره جدا في الموضوع ده حسوا به. انت ممكن تستخدمها عديل، لكن احنا هنا في السودان افتكر ده دور يعني اضافي. هو هنا المسرح، هو هنا الدراما. نعم. انت بتطلب من زول ما موجود ينجز مهمه خاصه، انت اوجده اول. يعني من المفترض ان احنا نتكلم هسه عن وين الدراما السودانيه ذاتها، هي كدراما وينها؟ وين المسرح السوداني؟ التنوع الثقافي ده حاصل بين المسرحيين انفسهم، المسرحيين انفسهم قبائل وشغالين مع بعض. نحن كدراميين الموجودين في الخرطوم هسه يعبروا تماما عن نسيج الثقافي التنوع الثقافي السوداني. تعال على اللي انا قلت، شوف كم مخرج من هنا وكم مخرج من هناك، كم مخرج من هنا وكم، شوف العروض الدرامية بتاعت المهرجانات، العروض اللي بفوز جايه من وين؟ العرض الفاس في اخر مهرجان هسه جاي من الجنينه. وقال عرض خاص جدا مصنوع في الجنينه، جاي بطعم الجنينه نفسها، تعرف نفسها قومي، وفاز بالجائزه الاولى للمسرح. لكدراميين جايين من مناطق مختلفه بنعبر عن النسيج نفسه، وعروضنا بتعبر عن كل واقع محلي في مكان من الامكنه. فلذا نحن ما ملزمين اصلا باننا ندير حوار عن الموضوع ده ونخصص له شغل جوا المسرح. نحن هسه مهمومين بان نوجد المسرح نفسه، نوجد الدراما، نوجد وحده الدراميين الموجودين في السودان دي، نوجد لهم مكان يقعدوا فيه ويشتغلوا فيه يقدروا يتحركوا منه، مسرح موجود. الرؤيه لعوده الدراميين للحمتهم القديمه في العلاقه بين الدراميين انفسهم، ما الذي تغير مع التغيرات الاجتماعيه والسياسيه؟ يعني في شنو جديد بالنسبه لكم انتم كدراميين في مؤسساتكم النقابيه؟ طيب انا حابدا من اخر حته اتكلم عنها امين، اللي هي طرحتها انت، موضوع التعدد والاستفاده من الاثنيك جروب والتعدد الثقافي والقبلي واللهجوي واللغوي للسودان طبعا، والناس استوعبته والفنون استوعبته بالمناسبه، يعني استوعبته من بدري جدا، يعني عبر مدارس كثيره جدا، سواء كان في فنون المسرح او الدراما او الشعر والمدارس الادبيه وغير وغير. سؤالك اللحمه المسرحيين وكلام امين عن انه نحن فعلا نحن محتاجين انه يكون في حياه مسرحيه. الحياه المسرحيه دي بما فيها تواصل بين المسرحيين بالضبط. ما هو يعني الحياه المسرحيه دي ما هي حياه، لما نقول حياه مسرحيه معناها في حقل محدد جدا جدا بتنفس وبيتحرك وبيعطي وبياخذ وهكذا، يعني حياه متكامله. الحياة دي ما بتكون صحيحة ومعافاة وطبيعية ما لم تكون في مؤسسات، حقيقية زي ما أنا ذكرت قبلك في كلامي، إنه تاريخيا الحركة المسرحية في السودان هي نهضت واستمر عطاءها لما انتظمت مؤسساتها واستغرت مؤسسات المسرحية. يعني أنا لا أقبل وما قادر أستوعب غياب المؤسسة الرسمية حاليا زي المسرح القومي. في شنو؟ الثبات ده شنو؟ النوم العميق ده شنو؟
هل نحن معاقين يعني من كإدارة بتاعت مسرح قومي وكجسم كبير زي ده، معاقين من الإدارة حقتنا اللي هي بتاعت الوزارة ضاغطانا مكتمان النفس يعني، ولا الحاصل شنو؟ هل عندكم رؤية قدمتوها لشركائكم في العملية دي؟ في غرار خفي مثلا بعد الثورة دي انه المفروض ما يكون في مسرح؟ انا بتخيل العكس، العكس تماما، مفروض مؤسسة جديدة تنهض، ومش تنهض تنهض ويعني تكون في حالة بتاعت زهو مستمرة يعني. اللي بيخلي لحد هسه الجسم ده ولا الكيان ده قاعد بس منتظر، ما معروف منتظر شنو. الوزارة نفسها الجسم هو منتظر شنو؟ تجمع الدرامين. أنا أتكلم عن كيانات، أنا بتكلم عن مؤسسات كبيرة عندها تاريخ وبتقدر تصنع، تقدر تصنع فعل. المسرح القومي ده ما هو الجهة اللي بتنظم الفعل والحياة، وهو المظلة بتاعت الناس بتحرك وتحيط الجهة اللي بتنتج للناس. الحاصل شنو؟ احنا ما فاهمين، احنا موظفين في المسرح القومي ده وفي الوزارة ما فاهمين المقصود شنو. ما في قروش يعني؟ ولا لو ما في قروش وما في انتاج، ما في ميزانية، نحن حنعمل شنو وكيف؟ ما في سياسات. هل ما في سياسات؟ هل في سياسات خفية؟ في سياسة خفية بأنه المسألة دي تتجمد كده تكون في ثلاجة؟ شوف، لو ما نهضت هذه المؤسسة واستعادت تجربتها القريبة والبعيدة في أنها هي تنشط وتقدم للناس الموجودين هسه المسرحيين ديل، الفرفرة دي حتستمر والخلافات حتستمر. يلا أستاذ، أنا بتكلم في العلاقة بينكم أنتم كدراميين، هل كل التساؤلات دي قدمتوا رؤية لمعالجتها مع شركائكم في العملية بتاعت المسرح، سواء جهات رسمية زي الوزارة، سواء إدارات بتاعت مسرح؟ أنتم كدراميين العلاقة بينكم، أنا ممكن أجاوب على السؤال ده لو سمحت؟ نعم أستاذ. وأنا بقول أنه دي حصلت القصص دي، يعني الحوار الدراميين والكيانات الموجودة الرسمية حصلت عبر أكثر من طريق. حصلت في مؤتمر صغير أدير جوا المسرح القومي، شاركوا فيه الدراميين في نقاش أوراق واردة عن الثقافة عموما، جزء منها عن الحياة الدرامية والفضائية، الفضائيات السودانية وكده. للأسف كان ملاحظتنا الأساسية على إنها حتى الأوراق جات من برا ما من جوا الدرامية. حصلت لقاءات يعني كتبوها ناس منتقين من قبل الوزارة، جابوها لنا جاهزة، يعني قرينا من خارج الفعل الدرامي. يس نعم. أكثر من كده، نحن تلاقينا مع السادة المسؤولين وتحاورنا معاه مباشرة. سيد الصغافة قابلته أكثر من جهة جوا الإدارة الدرامية، وأنا شخصيا لقيته. حاتم يتكلم عن المؤسسات ليه يا حبيب؟ تاريخ الدراما السودانية بيقول إنه أول فعل درامي حشد الدراميين جمعهم في مكان واحد وابتدر أول نهضة درامية في السودان سنة 67 تم المسرح القومي السوداني، وأداره فيك عبد الرحمن الله يرحمه ويغفر له، رائد المسرح المعروف. 67 حشد كل درامي السودان الجايين من وين؟ الجايين من بخت الرضا، والجايين من كلية غردون، جامعة الخرطوم، الموجودين في السوق حاليا وقدم فنان الموية. انتوا خاطبتوا الجهاد، حشدهم في مكان واحد وانتج اول نهضة مسرحية في السودان عبر المسرح القومي. المسرح القومي ظل لفترة تقارب من 67 لغاية 2003 و 2002 ظل المسرح القومي السوداني هو الجامع الأساسي للدراميين في السودان. كانوا ستة. هل خططوا المؤسسات دي؟ نعم. ككيانات أم كأفراد مشتغلين؟ ككيانات وكأفراد. التقت مع الدراميين السودانيين، مع السيد الصغافة، التقت بعض الجهات الثانية، الكيانات المختلفة، مع السيد وكيل الوزارة، التقينا كأفراد مع السيد وزير الثقافة. وإلى الآن نحن بنفترض افتراض واحد يا حبيب، إنه ما يدور في ذهن السلطات الرسمية في السودان لغاية الليلة هو مجرد سؤال إزعاج، لدرجة أنه دائما السؤال المنقول عندنا عبر التاريخ، إذا كان وزراء الثورة ولا وزراء قبلهم، يا أخي أنتم هتتلموا في حتة واحدة تريحونا. يعني احنا ما دخلنا في حته الريح، وده والكلام ده طبعا يعني طال ما انتم جزر معزوله يعني هرب من المسؤوليه يا صديقي. نعم، هرب من المسؤوليه يا صديقي. نتلم في حته واحده عشان نريحك ولا عشان نقدر نتقدم لقدام؟ انا الاجابه اللي عندي، لما تكون انت منزعج دار تلمنا والسلام، انت تخلص لما ليه؟ لما تكون انت عندك رؤيه
جاي برؤية كاملة، ده شغلك تجيني برؤيتك يا حبيبي. نعم استاذ حاتم، انت بتقول ده هروب من المسؤولية، يعني هروب من المسؤولية. طيب المسؤولية هي شنو؟ المسؤولية يعني سياسة، سياستك شنو انت؟ رؤيتك يعني انت عايز من مؤسسة سياسة ثقافية واضحة. نعم بالضبط كده. هاي انا متخيل انه السياسه دي افترض تجي منك انت، منكم انتوا كنقابه، انا محكوم كمسرحيين، أنا, يعني. انا كموظف ولا كجسم اداره صغيره محكوم بسياسات بتجيني من فوق، محكوم بسياسه. ما هسه ما في مدير بتاع مؤسسه بيجي يقول للناس يلا اشتغلوا، يكون عنده بروبوزل او خطه او استراتيجيه او مرحله سنويه ربع سنويه غيره غيره غيره، اشتغلوا على الناس. أنا بقدم رؤيتي ليك. أنا ما بشتغل من غير ميزانية، يعني هشتغل كيف؟ همشي أمشي أتسول الشركات الكبيرة وناي أقول لهم ادونا وادعمونا. الكلام ده كله يا أستاذ حاتم يا أستاذ أمين، الكلام ده كله هل هو يعني بينفي ضرورة إنه الدرامين يتوحدوا في جسم نقابي واحد عشان يخضوا المؤسسة؟ لا ينفي، لا ينفي يا صديقي. طيب المجهود المبذول في الوحدة دي هي شنو؟ الوحدة دي شنو؟ يعني الناس دايرين يكونوا ناس أصحاب وأصدقاء كده يعني قالب، يعني يكون في كيان نقابي، كيان فليكن في صراع. الديمقراطية هي ما أصلا ما عقد إذعان، يعني طيب الكيان النقابي الفرد والمؤسسة بيختاروا الدرامين وبيختاروا الجهات الرسمية، هو أصلا ما في فعل بيختاروا الدرامين. طب رأيك شو كانت الجهات الرسمية اختارت الكيان الدرامي بتاعه؟ الكلام ده قبل ولا بعد الثورة؟ هسه بعد الثورة. بعد الثورة ده للأسف وأنا بقول هسه قدامك كنت تنزلها. نعم وزارة الثقافة بتدعم رؤية واحدة وما قدرت تقبل غيرها، أن الدرامين يدخل كلهم في جمعية اتحاد المهنة الدرامية السودانية. أوريك عندنا تحت المهنة الدرامية السودانية شنو هي؟ صنعة كيزانية. إذا كان مقصود أنا أوضح لك أكثر، تم دعمه كيزانيا لفترة لا تقل عن إذا كان تكلمنا عن سنة 94 لغاية ما تقامت الثورة كان مدعوم كيزانيا. الجهة الوحيدة أدوها مقعد جوا المسرح القومي مكان تقعد فيه جمعية اتحاد المهنة الدرامية السودانية، لأنها كانت تحت انتقى علي مهدي وبعدها انتقلت للسيد دهير، داعمي الحركة الكيزانية الاثنين، خلوهم يشتكون. الحياة الأكثر الأبعد من كده، نحن رافضين وجود جمعية اتحاد المهنة الدرامية السودانية في حياتنا، رافضينه يا أخي، نحن ما عاوزين الجمعية. تمام جميل، نحن مع رفضكم. أنتوا عملتوا شنو عشان تكسروا السيستم ده؟ نقلنا يعني هذا الرأي له، دي جمعية مجرد جمعية ثقافية لا تستطيع أن تكون اتحاد. جمعية مسجل عند الجمعية، يعني الاتحاد المسجل هسه ده مسجل كجمعية ثقافية زيه زي أي فرقة صغيرة، زي جمعية ثقافية. لما تقدم هسه لو جينا نحن واحتلينا قيادته حيقولونا أمشي أمشي أمشي. شنو اللي بيخلي دولة كاملة تدعم جمعية ثقافية وتصير إنه نحن نخش فيها ونسميها اتحاد؟ إذا بقدر تسينا من راسه. وحصلت، عشان أقول لك الكلام بالدليل العملي، 2011-2013 حصلت الثورة ضد السيد علي مهدي اللي كان متحكم 28 سنة في الاتحاد ده. احنا اطحنا به في 2011 لحد 2013، وقتها كان السيد السمو الخلف الله وزير الثقافه، لما خشينا معاه في كميه من المواجهات والمطالب قال يا اخواننا دقيقه، ما ترفعوا سقوفاتكم، انتوا جمعيه ثقافيه، انتوا ما مسجلون في قانون النقابات ولا كده ولا كده. ده اللي هسه هيحصل، وللاسف الشديد ماشي في وزارتنا هسه دي، وزراءنا بتاعنا الثوره ديل. أنا ما بشتغل عشان أجي أقعد لي في جمعية، وفي إشكال جمعية ثقافية، إشكال في المؤسسات كلها، يعني ثقافية ما نمشي ننظم في فرق، أساسا إحنا منظمين في فرق، ونحن عندنا كأنه نظام ورث مؤسسات. هي يعني لسه ما تغير طريقة تشغيلها، مش طريقة تشغيلها بس، ما تغير منتاليتي في رأس الوزراء بتاعنا نفسهم. نفس الكلام اللي سمعته أنا من السيد الطيب وزير الإنقاذ السابق، سمعته من الأستاذ فيصل محمد صالح للأسف، يقول لي يا أنتم ما تتلموا في تسقطوا الاتحاد وتقعدوا فيه. أقول له أستاذ اسمه ما اسمه اتحاد، اسمها جمعية. يقول لي ما مسمين اسمه اتحاد. يا أخي أنت وزير الثقافة ما عارف فرق بين جمعية واتحاد؟ أنا داير وفي اتهامات إنه أصلاً حسن الوزارة ما عندها سياسة للثقافة وهي مركزة على الموضوع بتاع خلاص ما تتحسش من الموضوع يعني قبل ما يقولوا الكلام ده تحل مشاكل الوزارة وتبعد عن مشاكل الوزارة يقولوا الكلام ده ويجي يقولوا للناس ويجي مكتوب رسمي عشان بعد ذاك الناس هم يتصرفوا ويشوفوا طرق يشوفوا لهم آليات جديدة يشتغلوا بها ولا أشكال بتاع عمل جديدة. أرجع بيك ثاني للكلام بتاع الناس تتوحد وكذا، يعني أنا ما أعرف الناس هي المفروض تتوحد ليه يعني؟ ما مش تتوحد عشان يتوحدوا فيه سؤال، ما انا الناس أنا مش مع الخلاف، انا مش ضد الوحده والكذا، بالعكس
أنا من الداعمين للمسألة بتاعت إنه مفروض الناس باستمرار تقعد وتتوحد وتتفق وغيره، لكن الكلام ده كلام بيكون خيالي ساكت، لأنه في ناس عندهم مصالح في إنه المسألة دي تكون عاملة كده. طيب عاملة كده دي إحنا بنعالجها كيف؟ ما بتتعالج ما لم يكون في فعل يا إخواننا. ما أي زول من بيته هسه عنده تصور لحياته إنه هو حيعمل كده وبكرة الصباح حيعمل كده والسنة الجاية حيعمل كده، في حياة ما فيش ما موجودة، هو ما في إنتاج لا دراما تلفزيونية لا إذاعية ولا مسرحية. الناس تتوحد في شنو يا إخواننا؟ أي زول قاعد في واتساب في جروب بيشتم في الثاني. وطبعا يا حاتم أنا ده الخلاف هنا، ما الخلاف على الأرض ما في بالمناسبة، ما في خلاف على الأرض لأنه ما في نشاط على الأرض، ما في نشاط على الأرض لأنه ما في إنتاج. بالضبط ثاني يا أستاذ أشرح لك بسيط، أنت كدولة داير الناس يتوحدوا في كيان عشان تقدر تتخاطب معهم، عشان تقدر تقول لهم يا أخي نعمل لكم نعمل لكم نعمل لكم. طيب تمام أوكي، أنا موافق على الفكرة، على فكرة موافق. نعم. طيب الكيان المفروض يوحد الناس في مرحلة ديمقراطية شنو؟ وما كيان واحد اسمه النقابة بتاعت الدراميين، ما عنده اسم ثاني. أنت دار توحدنا مرحليا في جمعية أصلا كانت شغالين فيها عشان تفترض أنه خلاص بعده ممكن نعمل؟ لا لا يا حبيب، الطبيعي أنه يا أخي تعالوا نجتمع كلنا مع بعض يا شباب، أعملوا لجنة بتاع تسيير واحدة كلكم زي ما عملت كل الجهات. يا أخي أنت الموسيقيين عملين تسيير لنفسهم، المهندسين عملين تسيير لنقابتهم، أدي الناس فرصة يعملين تسيير لنقابتهم، سميها أي اسم، ما تجيز ذاته كنقابة، عشان يبقى في فرق بين الكيان الجامع الناس الاسم النقابة، لاحقا حيتكاتل هو يبقى هو رئيسه، هم أحرار في الوقت الراهن سمي اسم وقول ده الكيان حيتلموا فيه لاحقا. باقي الجهات دي يا أخواننا جمعيات تشتغل في حدود إطار الثقافي. افترض انت لو انا كنت وزير ثقافي في الوقت ده كنت بعمل حاجتين يا حبيبي، بقول يا اخي والله انا استراتيجيه الثقافيه في المرحله دي يا شباب، احنا عاوزين يا اخي المرحله الانتقاليه دي نسميها مرحله توحد السودانيين حول هويه واحده، بالتالي حتتوحد كل الكيانات جوا السودان، قبائل على اتحادات على جمعيات في مسميات تخصهم، مسميات ما بالضروره ننتقل ليها. بالضبط. لكن انت لما تدعم اقتراح معين لم يدعمه بقيه الدراميين، انت بتدعم في تشتت الدراميين يا حبيبي. انت لما تصير على الدراميين يتلموا في حته هم عايزين يتلموا فيها وما حنتلم فيها، حنقعد برا وانت حتدعم الجهه المهمه، انت بتساهم في تشتيت الدراميين. خليك عارف دي مسؤوليه تاريخيه. جميل. طيب نحن ممكن نركز على مقترحات عمليه، يعني الوضع ده كله واضح كده، انتم زي ما هنا زي ما تطرقتوا له، يعني شنو في مقترحات عمليه ممكن تخلي الناس تبدا خطوه اولى في تجاوز الوضع ده؟ احنا كل الكيانات دي تتلم في حته واحده مسوده. الحاجه دي انتوا قمتوا بدعوات كده تحركتوا باتجاهها؟ دعينا لها اكثر من مره لكن ما دعمت الدوله. الدوله المفروض تدعم الاتجاهات دي بدل تدعم جمعيه واحده وتقول الناس خشوا فيها، تدعم اتجاه بتاع اخواننا. الدوله دي وزاره الثقافه جامع. نعم انا الوزاره تجمع الناس في مكان تقول لهم اخواننا دارنا نعمل كيان نسميه مؤقتا، الكيان المؤقت بتاع الدرامين، اخواننا عليكم والله قدموا مسوده جماعيه اقعدوا اجتمعوا مع بعض. طيب إذا كان الدولة أو الحكومة الفدرالية الانتقالية هي قاعدت مع الحركات المسلحة في مختلف أنحاء السودان، شايلين سلاح، شايلين سلاح، فينا عندك ناس بلهلهوا بس وما لاقين يشتغلوا، ما قدرت تقعد معهم وتمارس شرط الإلهاء وشرط الشرط بتاع إنه أمشي توحد وتعادل؟ ما في خلافات، الناس ما مختلفين، خلافات بسيطة جدا جدا وسهلة جدا جدا ويمكن تجاوزها. يا بشرتي إلى يا عزيز نعم، أو ممكن نعتبر إنه زي اللي اسمه المسرح ونشاط أهلي وننسى فكرة إنه الدولة دي ما دارين منها أكثر من الظرف الحالي ده، في الظرف قوانين غير مقيدة للحريات بس يعني. يا أخي أنت كل دارين إنك أنت تبني سياسات مساعدة للعمل جست، ما قلنا لك الدين ولا قرش، أفتح الأبواب دي ما محتاج لقروش، نحن خلي الناس تشتغل. البناء في السودان بتاع المسرح يا عزيزي الحسن ما بيبدا الا من انه يكون في رؤيه واضحه بيننا وبين الدوله.
اللي انت كتبته في المحاضره بتاعتك العلاقه الغامضه دي ما مصنوعه من الدراميين، الدراميين واضحين انهم بيعملوا مسرحيه بيتقبضوا لانهم واضحين بيقولوا كلام توش طوالي بيعرضوا بضاعتهم في المسرح يعني او في الشارع يعني ما في اوضح من كده. الدوله دائما علاقات مع الدراميين غامضه، دائما عندها جندة سياسيه. خلينا لو تلموا لي هنا ما احسن ليش نرتاح؟ دار ترتاح لي انت جاي تتعب، جاي ترتاح يا حبيبي انت مدارين حلول سهله جس. انت جيت عشان تتعب عشان تدخل في حتات المشرب كل الشائكه. طيب نمشي اكثر حته ضاغطه في الدنيا دي الثقافه. نمشي نعم. قدام شويه. طيب نمشي للاستاذ حاتم. يعني نقول مثلا الكورونا دي الله خارجه مننا يعني مشت الشهر الجاي ولا بعد شهرين، موقف الوزاره والحكومه دي حيكون شنو؟ اذا انت اصلا ما مستعد، انت اصلا ما جاهز، انت اصلا ما قعدت. الحاجة الثانية هسه في جفاف غريب جدا في حياة الناس، في أزمة اقتصادية طاحنة جدا جدا وفي حياة يعني صعبة والناس محتملينها لأنه في إحساس بالانتصار بتاع الثورة، لكن في جمود كده غريب في حياتنا أصبح يعني في حياة الناس كلهم. هذه دايرة فعل ثقافي، دايرة مسرح. وكما بدأنا الحلقة بالإشارة في أسئلة الغياب للأوضاع المحيطة بظروف الإنتاج في المسرح والمعيقات التي تعوق الإنتاج في المسرح والتواصل. كان الزمن قصيرا جدا لهذا الموضوع. نشكر شكر جزيل أستاذ حاتم محمد علي المخرج. نشكر شكر جزيل جدا الأستاذ أمين صديق. شكرا لك. شكرا يا استاذ. والى ان نلتقي في حلقه اخرى دمتم في رعايه الله.